السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول نناقش أو نتكلم أو نسرد الخبر الذي أتى به وزير التربية والتعليم شكيب بن موسى، والذي يتمحور حول إمكانية السنة المقبلة إقصاء كامل وبشكل تام للإجازة الأساسية والاكتفاء بتلاميذ ثانية بكالوريا، وذلك من خلال إجراء مباريات عادية كباقي المدارس، ودائما عن طريق انشقاء بيان سور، يعني كباقي المباريات غادي يكون واحد الامتحان بالنسبة للتلاميذ ثانية بكالوريا. من بعد أنهم يساليو الباك ديالهم غادي يكون واحد الانشقاء وغادي تكون واحد المباراة، من مور هذيك المباراة غادي ينتقيو الناس اللي غادي يقراو واحد الإجازة في التربية لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك غادي تكون كيف ما قال الوزير واحد التكوين لمدة 2 سنين، وبالتالي 5 سنوات للولوج المباشر لمهنة التعليم. بمعنى أن كونكور مباراة التعليم غادي يكون هذه هي السنة الأخيرة على ما أظن حسب التصريح، يعني السنوات القادمة غادي يكون الامتحان فقط بالنسبة لتلاميذ الثانية بكالوريا، من ثم بعد ذلك غادي يكون الولوج المباشر بعد التخرج من الجامعة والتكوين. المهم الإخوان، هذا هو الخبر اللي بغيت نبارطاجي معكم اليوم. كنتمنى أن الإخوان يحاولوا يركزوا الآن على الكونكور، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.